نستمع للكلام وفي الحكاية غاية متعة وانسجام هذا وان الحكاية فلنستمع للكلام وفي الحكاية غاية متعة وانسجام ونشوة في البداية وعبرة في الختام ورحلة في الزمان ورحلة في المكان البحار العميقة فيها أعلى الجبال أغوص خلف الحقيقة أجري وراء الخيال إلى البحار العميقة إلى أعلى الجبال أغوص خلف الحقيقة أجري وراء الخيال في البداية وعبرة في الختام ورحلة في المكان ورحلة في الزمان البحار العميقة يا الجبال أغوص خلف الحقيقة أجري وراء الخيال إلى البحار العميقة يا الجبال أغوص خلف الحقيقة أجري وراء الخيال كان يا مكان 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 إن شاء الله كل عام وانت بخير حبيبتي. هو أنت بألف خير ولادنا بخير. بظن هذا العيد رقمه بتظن؟ مكتر خيرك. عم امزح، هذا مو السؤال، هي حركشي. طيب والسؤال؟ السؤال وين بتريدي نحتفل بعيد زواجنا هالمرة؟ يعني هلا أنا بعتبر حالي مدعوة على العشاء. طبعا صدقني المكان ما كتير مهم. شو اللي مهم لك أنا؟ نكون مع بعض. أكيد رح نكون مع بعض، أنا وإنتي والأولاد وبابا كمان. خير، شبو أبوك يا ابني؟ عمو بكل تواضع نحن حابين نكون على رأس طاولة احتفالنا بعيد زواجنا. ما شاء الله ما شاء الله. إيه عليم الله كأنه زواجكم كان امبارح. أيام عم تمشي سبحان الدايم. بابا وين بتريد نحتفل بعيد زواجنا؟ الحقيقة يا ابني مالي عرفان، نحن ما كنا نعرف هيك شيء على أيامنا. كان الواحد يمر على جوازته 20 سنة وما يفكر لا بعيد ولا بميد. يعني هلأ عمو بتحب نتعشى بالبلد ولا نطلع على الزبداني بلودان نتعشى برا؟ والله يا بنتي أنا بشوف إنه نتعشى هون بالبيت. بس هي عزيمة بابا. بسيطة، وأنا عازمكم كمان على العشاء بالبيت هون، وراح اجيب لكم اكل من احسن مطعم بالبلد لحتى ام فارس ما تتعب. منيح هيك؟ شو قلت ام فارس؟ مثل ما بتريدوا. انا بشوف يا ابني انه نجتمع مع بعضنا مسويه ونحتفل مع هالاولاد. بشو نحتفل جدو؟ انتوا على كل حال روحوا على المدرسه وبس تخلصوا بتجوا لعندي على الدكان. ايه جدو مفهوم؟ يلا خاطركم. مع السلامه. اسمعوا يا أولاد، اليوم بالأصح الليلة لازم نحتفل بعيد زواج الماما والبابا. شو يعني؟ ايه اتذكر مثل السنة الماضية. لا مو صحيح، السنة الماضية احتفلوا برات البيت.
بس انا بتذكر وقتها جدو اعطانا مصاري واشترينا اسواره وطول الماما، مو هيك جدو؟ مزبوط، بس المهم نحن بالسنه هي شو رح تشتري لها للماما هالمره؟ هالمره يا جدو رح اشتري لها قالب جاتو، وانتو احسن شي يا جدو تشتروا لهم باقه ورد كبيره للماما وللبابا مشان نزين فيها الطاوله والبيت، شو رايكم؟ بس نحن ما بنعرف نشتري جدو، لازم تكون معنا. لا مين قال لك ما بنعرف؟ انا بعرف كل شي. عفرم عليك يا جدو، المسألة بسيطة تمام، بتروح لعند بياع الورد بتقول له بدي باقة ورد كبيرة وتكون ورد تازة يعني حتى تعيش أكثر، وبتعطيه كمان مصاري وبتقول له وصل لي إياها على البيت، مفهوم جدو؟ مبروك عبال 100 سنة إن شاء الله. الله يبارك فيك بابا. مبروك بابا. الله يبارك فيك يا أجل. بابا بارك فيك. الله يبارك فيكم. عقبالك يا فارس انت واختك ريما، اشوفكم عرسان. مبروك. مبروك حبيبتي. ان شاء الله بنشوف ولادك وجودك ان شاء الله يا بابا. ان شاء الله. قديش هحلول يا سيدي؟ يعطينا عمر من هون لبكره. فارس ريم. نعم جدو. قربوا لعندي شوي، شم ريحتها. هي ما لها ريحة. ليش بقى؟ هي ورد صناعي. ها يعني ورد كذابي. لا جدو، ورد وزهر معمول من النايلون البلاستيك، هيك قال البياع، ما له ريحة. طيب يا جدو انتو ليش اشتريتوه طالما عرفانين ما له ريحة؟ لأنه قال البياع إنه بضل مدة طويلة، شهور وسنين، أما الورد الطبيعي يوم يومين بعدين للكب زبالة. طيب يا جدو، أنت بتعرف ليش الناس بتروح على الجناين وليش بيربوا وبيزرعوا الورد والفل والياسمين؟ أكيد مشان منظرهم الحلو ومشان ريحتهم الحلوة كمان. الله سبحانه وتعالى خلق كل الكائنات لحكمة، وكمان خلق الورود والأزهار والرياحين والفل والياسمين والأشجار والبساتين كمان لحكمة منشان شم ريحتهم، مو هيك جدو؟ هاي وحدة، والتانية لحتى نعرف قدرة ربنا سبحانه وتعالى إنه شلون كل زهرة وكل وردة إلها ريحتها الخاصة مع إنه المزروعين بنفس التربية. طب ممكن نحط ريحة على الورد والزهر الصناعي وصير مثله مثل الطبيعي؟ أبدا ممكن يا جدو، مو ممكن استبدال صنع ربنا بصنع الإنسان أبدا. ما كان لازم نجيب ورد صناعي. المناسبة ليلي وعمر الورد الطبيعي ليلة أو ليلتين، شوف شلون في توافق بين المخلوقات اللي خلقها ربنا سبحانه وتعالى. خلينا نرجعها للبيع ونجيب بدالها طبيعي. ما راح يبدلنا إياها لأنه كاتب بالدكان الأشياء التي تباع لا ترد. ممكن أن تستبدل، رجعوا له اياها وشو ما اعطاكم بدالها عرق ورد او عرق زنبق بتكونوا انتم الربحان. بابا فارس هلا راح اتصل تليفون احكي مع المحل يبعث لنا واحد ياخذ البقى هاي ويجيب لنا بدالها مثل ما قال جده. وهلا اجى وقت الحكايه اللي بدنا ناخذ منها العبره. اسمعوا، كان يا مكان بقديم الزمان وسالف العصر والاوان لحتى كان، كان في الصين امبراطور عظيم وكان عنده كل شيء تقريبا، وكان امبراطور يحب شعبه كتير. ليش؟ لانه عادل وحكيم. وبيوم من ذات الايام لقد انتهى زوارنا من مشاهدة ممتلكات مولانا الإمبراطور المبجل. نعم، وأبدوا شديد إعجابهم مما رأوا وشاهدوا، بل دهشتهم يا مولاي. نعم دهشتهم. واعترفوا، نعم اعترفوا بأن ما رأوه وشاهدوا
لا مثيل له في كل الدنيا. واليوم يا مولاي، اليوم أبدو رغبتهم الملحة وشوقهم الشديد لرؤية غابتي وحديقة مولانا الإمبراطور المبجل، والتي لا شك يا مولاي أنهم قد سمعوا عنها الكثير الكثير، وعما تحويه من غرائب وعجائب وحيوانات الدنيا. ولكن هل يأذن مولانا الإمبراطور المبجل للواعظ بأن يرافقهم في تجوالهم هذا؟ على مسافة ليست بعيدة تقع أجمل بحيرات الدنيا في ممتلكات مولانا الإمبراطور المبجل، وبارتيادنا تلك البحيرة نكون قد أنهينا جولتنا في عجائب ممتلكات مولانا الإمبراطور إمبراطور الصين العظيم. لا أجمل ولا أرق أيها الواعد المبجل. لا شك في ذلك أيها الزائر المحترم، فإن ما يملكه إمبراطورنا المبجل لا يملكه آخر في الدنيا. أيتها الفتاة اللطيفة، ماذا تريد أيها المحترم؟ هل لك أن تدليني على العندليب الذي يصدر هذه الأصوات الجميلة؟ أنا لا أشك أنك تعرفين موقعه. أجل، ها هو غير بعيد عنك. يقف على تلك الشجرة، فلو نظرت هناك لرأيته يقف شاديا. شكرا لك أيتها الفتاة الجميلة، شكرا. أيها المحترم، أرجوك إياك أن تعكر صفو هذا العندليب، فقد يتوقف عن الغناء ويتأثر الصيادون هناك عند مصب هذا النبت. هل قلت يتأثر الصيادون بتوقف العندليب عن الغناء؟ نعم. ماذا تقصدين بالضبط؟ ها؟ وما دخلهم بغناء العندليب هذا؟ لقد اعتاد الناس هنا على صوت هذا العندليب، حتى غدا جزءا منهم دخل نفوسهم، حتى غدا انقطاعه عن الغناء يسبب لهم الملل والسأم وضيق النفس، ولا تستقيم أمورهم إلا بسماع غنائه. لا أستبعد ذلك أيتها الفتاة الجميلة، ولكن قولي لي أنت لو سمحت. تفضل أيها الزائر المحترم.
ترى ما هو تأثير توقف غناء العندليب عليك أنت بالذات؟ ها؟ إنه في الحقيقة يشجعني على العمل وجمع الزهور والورود لأمي المريضة. لو سألتني عن تأثيره على أمي، ها أنا أسألك. سأجيبك عما أعرفه عن فوائد وتأثير هذا العندليب على كل الناس. هل تحب أن تعلم يا سيدي؟ حبذا لو تكرمت. إن غناءه يشفي الناس من المرض. تقصدين يخفف عنهم آلامهم؟ ربما، بل إنه يساعد الصيادين ويشد من عزيمتهم بعملهم طيلة اليوم، فيزداد محصولهم من السمك ويشبع الجائعون من الناس. كتاب جامع شامل ووصف جميل ورائع لممتلكات مولانا إمبراطور الصين العظيم، هدية من إمبراطور اليابان المبجل، أقدمه لكم نيابة عنه. ومن الذي وضع هذا الكتاب عن ممتلكاتي أيها الرسول الكريم الأخلاق؟ كتاب وشعراء ورسامون سبق لهم التشرف بزيارة ممتلكات مولانا الإمبراطور المبجل، واستأذنوا إمبراطورنا في وضع هذا الكتاب كل على طريقته في التعبير ليكون مسرة لمولانا الإمبراطور. إنه عمل رائع، لا شك أنهم بذلوا كثيراً من الجهد، فممتلكاتي لا حصر لها. وكذلك عجائبها يا سيدي الإمبراطور. وسيجد مولاي عند قراءته الكتاب كيف أبدع قلم الكاتب وشعر الشاعر وفن الرسام في نقل ما رأوه وشاهدوه في مملكتي وامبراطوريتي مولانا إمبراطور الصين العظيم، بالأخص إعجابهم بالعندليب الصداح. أعدك وأخي إمبراطور اليابان المبجل أن أقرأ وأشاهد بل وأشم كل كلمة قيلت في هذا الكتاب عن عجائب بلادي، وبالأخص عن العندليب الصداح.
أين طائر العندليب هذا الذي لم يجد الشاعر ولا الكاتب ولا الرسام أجمل منه ومن غنائه في مملكتي؟ أنا شخصياً لم أسمع به يا مولاي، ربما الواعظ سمع فهو يرافق الزوار عادةً في تجوالهم. ربما سمعته وربما كان تغريده جميلاً، ولكن لا أظنه أجمل ممتلكات مولانا الإمبراطور. هل يعقل أن يقارن طائر مهما كانت صفاته بقصري هذا؟ بلوحات فناني الصين العظام؟ هل يعقل أن يقول عنه الغرباء هذا دون علم أو إذن مني؟ الأمر يحتاج للتحقيق بما كتب يا مولاي. الأمر يحتاج إلى التحقيق يا مولاي. آمركم بإحضار هذا الطائر غدا، فأنا أريد أن أراه، أن أسمعه شخصيا، ومن ثم أصدر حكمي إن كان يستحق هذا الوصف أم لا. هيا. أين طائر العندليب هذا؟ قلت أين طائر العندليب هذا؟ إنه مطلوب للمثول أمام الإمبراطور المبجل وبأسرع وقت. أنا هنا، هنا يا سيدي الوزير الأول. هذا أنت؟ ولكني أراك طائرا عاديا. هذا هو العندليب الذي تبحثون عنه يا سيدي الوزير. لابد إذن أنه قد بدل لون ريشه عندما تعرف على شخصياتنا الهامة. ذلك أعتبره أنا نوعاً من الاحترام. هل ترغب في سماع تغريده يا سيدي؟ أفضل هذا. أيها الطائر العندليب، يود السادة أن يسمعوا بعضاً من تغريدك، إنهم رجال الإمبراطور، فما هو رأيك؟ بكل سرور. إنه ليشبه صوت أجراس من البلور الصافي، لم يسبق لنا سماع شيء مثل هذا من قبل. هيا أيها الطائر العندليب، إن مولانا الإمبراطور بغاية الشوق لسماع صوتك. ربما كان تغريدي أفضل بين أشجار الغابة والطبيعة الخضراء، ولكن طالما أن صاحب جلالة الإمبراطور المعظم يرغب في سماعي بالقصر، فسأذهب معكم.